يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافية. سابقا والحمد لله غطينا هذا الموقع وهو بئر غرس في المدينة المنورة، بئر من أبار الجنة أو ماء من مياه الجنة. فيا أخوان يا أخوان، احنا غطينا هذا المكان وحسب ما بلغونا ونزلت في التواصل الاجتماعي زي ما بلغونا انه يوم اتوقع يوم الأربعاء كان يفترض انه يوم الأربعاء يتم افتتاح هذا المكان ويكون في موية في البير، لكن للأسف حتى الآن اليوم يوم السبت ما في أي شيء حاليا. وحتى ما بلغني كمان اليوم الحارس يقول احتمال كبير أنه يكون الافتتاح اليوم، واحتمال يفتحوا الموية واحتمال ما يفتحوا على الساعة 4. زي ما أنكم شايفين أوقات الدخول في هذا المكان من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 9 مساء، لكن الآن بعد الساعة 3 مقفل. ايش السبب؟ صراحة احتمال يقول لك حيكون في افتتاح على الساعة 4، فننتظر ونشوف، الله يكتب لنا فيها الخير. زي ما انكم شايفين هذا هو البئر، ما شاء الله تبارك الله منظفين وجاهز اتوقع، ما شاء الله تبارك الله من الداخل. ان شاء الله يتم افتتاح هذا البئر ويكون فيه الموية. زي ما انكم شايفين هذا هو من الساعة 2 ظهرا يفترض حتى الساعة 9 مساء. شوفوا الآن الساعة كم؟ تقريبا 3:30 لم يتم افتتاح هذا البئر حتى الآن. ساعات شوي مكتب التيك توك والله عنده مليون صور في المدينة. أماكن ليست ككل الأماكن، مواضع عمرت بالوحي والتنزيل، أماكن تبقى بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هنا مسل عليه الصلاة والسلام بعدما توفي. الآبار النبوية في السيرة النبوية لها علاقة فيه عليه الصلاة والسلام، إما أنه نزل عندها أو شرب منها أو توضأ منها أو له زيارة أحد هذه الآبار النبوية. بئر غرس هذا موضوع حلقة يفتح عن عمره ويسجل، يبغى يسجله بس ما هو صح كده. مع حلقة جديدة تنزيل أماكن ارتبطت بسيرة خير البشر للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن هذه البؤر مسل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السلطان المرواني، ما شاء الله تبارك الله قاعد يصور. أستاذ سلطان، بعد التصوير ترى لازم تتكلم عن أهل المدينة. أبشر، الله يسعدك ويعطيك العافية. الله يسعدك. جيران المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم لك الحمد يا رب، وأوصى بهم خيرا. اللهم لك الحمد يا رب. Rolling 1 2 3. بئر غرس في جنوب المدينة المنورة، جنوب المسجد النبوي بحوالي 3.5 كيلو، وجنوب وشمال شرق مسجد قباء بحوالي 1.5 كيلو، في منطقة تسمى العالية ولها من اسمها نصيب. العالية اليوم تضم عدة أحياء في المدينة، تضم قربان والعوالي وقباء، وسميت العالية لعلوها، تخترقها عدة أودية شهيرة في المدينة مثل وادي مهزور ووادي بطحان اللي هو ترعة من ترع الجنة ووادي مذينيب، فتكثر فيها الآبار، فتقدر تقول واحة زراعية. أحد أشهر هذه الآبار في منطقة العالية بئر غرس أو غرس. لماذا هذه التسمية؟ الغرس أو الغرس مأخوذة من غرس الفسيل، فالاسم مستمد من طبيعة المكان وطبيعة المنطقة. جزاهم الله خير شكرا. أنت تبع الشاوي رحمة الله عليه عبد الباري الشاوي، أنا كنت أدرس هنا الثانوية. أعطيني إشارة.
البيت متسع لكن ما هو عن الماء لا زال امامه اللي نراها الان. وقلت لك هذه البيت بالعديد من المصادر التاريخيه. قلت لك في القرن الثامن وذكرها ابن الدجال في القرن السادس الهجري يعني تخيل. فاض في سنه من السنوات وادي وحان اللي هو ترع من ترع الجنه فطمر هذه البيت. فيما بعد نظفت واعيد رصفها وبناؤها. لكن المنظر اللي احنا نشوفه اليوم عمره مئات السنين. ها سامر ايش رايك؟ صح سلطان الله يسعدك ويعطيك العافية اللهم لك الحمد لنا الشرف اننا شفناك وانا لي الشرف اني اظهر في قناة لحظة لايف الله يسعدك وفي موقع ليس كأي موقع في بئر غرس البئر اللي ارتبطت بسيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام البئر اللي غسل منها المصطفى عليه الصلاة والسلام وبهذه المناسبة حنا في مدينة ليست كأي مدينة مدينة تحرسها الملائكة هل علمت مدينة في العالم تحرسها الملائكة غير المدينة؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام على أنقاب المدينة ملائكة تحرسها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فهي محروسة بأمر الله ليوم الدين وأهل المدينة لهم مزية المزية ذي من وين جاءت؟ جاءت من حرة السقيا حينما دعا المصطفى عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وقال اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم واجعل مع البركة بركتين فأي مكان في الدنيا مبارك المدينة فيها ضعف البركة في موية ولا ما في موية؟ قطرات يعني نازل؟ ولا قطرة كويس هذا عبى شوية يلا إن شاء الله يفتح الموضوع ملك الحمد يا أخوان قابلنا سلطان المرواني أحد مشاهير المدينة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن أبناء المدينة المنورة ما شاء الله تبارك الله وزي ما أنكم شايفين يا أخوان هذا هو البئر غرس وشرحنا أكثر من مرة فيه وهو بجوار مسجد قباء عاد بعد سلطان المرواني ما في شرح أساسا من بئري بئر غرس هذا بئر غرس بالمدينة المغرب أهل الكرم عارفين إذا صار أمر يهمك يقول لك كون هاني إذا قال لك كون هاني خلاص انسى الموضوع لكن عليهم حركات المغارب أيوة إذا يبغى يمدحك يقول عافاك إذا تقول له يعطيك العافية يقول لك لا انتظر هين يا إخوان قبل ما أنهي هذا المقطع حاليا زي ما أنكم شايفين ما في موية فعليا ما حد ما بلغني بوقت الافتتاح الرسمي انه يكون في مويه احتمال اليوم احتمال بكره احتمال بعد اسبوع ما في وقت معين حاليا لكن قريبا باذن الله تعالى في هذا المكان حيكون في ماء من مياه الجنه ان شاء الله الله يسعدكم يعطيكم العافيه كده تنتهي جولتنا اليوم اعطونا رايكم في التعليقات ونقول لكم سلام سلام وربعة بين البشر من غير طول أو قصر هو ربعة بين البشر